تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 360 قضية تمونية بمضبوطات أكثر من 120 طن مواد غذائية وغير غذائية، ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 52 طن سلع غذائية، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط أكثر من ونصف طن أما في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 19 طن دقيق مدعم وسكر تمونية وفيما يتعلق بقضايا المخابز فالمخابز فتم ضبط 409 قضايا من بينها 63 قضية خبز ناقص الوزن و116 قضية خبز غير مطابق للمواصفات